يوم لم يكن في حسبانه أو في براءة مخيلته، ولكنه اليوم الذي غير حياة هذا الشاب منذ عام 2013 حين انفجرت عليه سيارة ملغمة في قضاء الدجيل جنوب محافظة صلاح الدين وهو طفل ذاهب لشراء فطور الصباح. عاش ومنذ تلك الفترة مقعدا فاقدا لساقيه ولعينه التي أخذتها شظايا الانفجار، وما زال حتى اليوم مناشدا الرعاية واهتمام الحكومة بحاله دون مجيب. تعاني من 2013 دزون أهل الصباح جيب ريوق، طبيت للمحل السوقيت من طلعت ما أدري شنو طق علي، ما حسيت أنا نفسي بالمستشفى، عيوني ما أشوف بيهن، رجلي مبتورات، يعني من ذاك اليوم لها اليوم لا راتب لا شيء، وأنا ناشد مستاهل كاظمو يطلعوا لي راتب شيء، يعني أنا لا متى أظل هيك، يعني صار رجلي ذبان خراج، يعني قمت أطلع بالشارع أتعقد، يعني أضوج، أرجع للبيت مقهور، ليش؟ ما حد من ذاك اليوم لها اليوم ولا واحد قال دق الباب وقال له هاك. ذووه على الرغم من كثرة المراجعات إلى الجهات المعنية لم يستحصلوا على حقه في راتب الرعاية الاجتماعية أو منحة علاج أو غيرها من المسميات. ناشدوا ومن خلال قناة التغيير تغيير حياة هذه الضحية التي انتهت قبل أن تبتدئ. من الصوب لحد الآن أي راتب مصرفوا له، يعني هذا يحتاج لعمليات، وأنا ذبيت علي اللي عندي والما عندي والله العظيم، يعني هو يحتاج لعمليات، ولحد الآن هاي رجله لحد الآن هاي الدب خراج، يعني ما زين. هاي الثانية لحد الآن هاي الركبة مالته طايرة، يراد لها عملية وما يقدر حتى خطيب الليل تأذي كلش، هاي عينه يراد لها عدسة، هاي الثانية ما يشوف بيها، يعني هاي شظية أثرت على عينه. يعني أنا المن ناشد والله العظيم والله العظيم تعبني كلش، وهو نفسيته حتى تابت بال 2013 لحد هذا اليوم، لا حد دق بابنا ولا حد سال علينا ولا حد قاش عندكم ما عندكم، زين شنو ذنب هالطفل هذا؟ ساعات سجلوا له راتب عاد نقدر نداوي نقدر نجيبه نسوي نقدر عاد الراتب يعينه، زين صار ايش دخل طيح حد لان بتر شنو الله يساعد، لا حول ولا قوه. منذ صباه وهو على هذا الحال ناشد وناشد ويناشد حتى اليوم، ولم يجد من يعينه ويحمله بعد فقد ساقيه. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.